وصلنا لكوجينتنا انا وصديقاتي زوز، حطينا الماء يسخن ويغلي على خاطر باش نبدا الغوسيت نتاعنا باش نربحوا الوقت. عندكم فكره شنو باش نطيبوا اليوم البنات؟ طاجين مقرون. فوالا طاجين مقرون. انتم قريتوا ولا شفتوا التصويره في الغوسيت نتاع؟ شفتوا التصويره. كليتوا قبل طاجين مقرونه؟ لا لا. طيب دوك ما طيبتوهش قبل. شكون فيكم انت قلتي تعاون ماما في كوجينه؟ حتى انا. حتى انت دوك باش نتعاونوا مع بعض. نعاون ترى زيد تاكد بالكدا تعاون ولا تعاون؟ سير سير سير. اوكي للطاجين نتاع المقرونه نتاعنا دوك. طاجين المقرونه هو لا غوسيت المالحه نتاعنا في ملكه اليوم. اول حاجه عملناها حطينا الماء يغلي، وباش نحطوا اخترنا احنا طاجين المقرونه نتاعنا المقرونه بابيون نيميرو 2 نتاع ليبيدور، بنينه وسهله في الماكله. اوكي وتشوفوا قداش في طريقه تيب زاده. باش ناخذوا مقرونتنا هوبلا يزي هكا حطيتو كعبه كعبه ليك وكعبه ليها. شنو مقرونه يكفي؟ لا قداش لازم نحط؟ الكل الكل جعانة دار فيك نصها. اوكي باهي نحط نص. نسمع الكلام فوالا برشا فراشات نحطوهم في مينا. طيبنا مقرونه طاجين. قالت لي اسمه مقرونه طاجين. في نفس الوقت ندبنا احنا حطينا المقرونه نتاعنا تتسمط. باش ناخذوا مقله نحطوها على الغاز، وباش ناخذوا باش نطيبوا خاطر المقرونه باش نعملوها بالدجاج. اوكي دوك غسلنا دجاجنا نظفناه وكل شيء، وتوا باش نحطوه في الغاز دقيقه بركه. حاجتنا ابلا دوك باش ناخذ الزبده نتاع ديليس نحط اون نوازيت في المقله نتاعي، اكثر شويه من نوازيت الحقيقه. معقلهم صاحبتي معقلهم؟ لا نعرف جعاني لا نعرف عندهم ما يقولوا لي، خاطرنا مانيش ياسر طبيخه ماهره 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 جدا ماهره على الاخر. باتل شيف تتفرجي؟ باتل شيف ماما تتفرجي انت تتفرج زيدا؟ تفرجي في باتل شيف اختي هذيك اللي تقول حاجاتها؟ تقول برشا حاجاتها. شنو تقول حاجات مثلا؟ يعني تبدا تحكي تحكي. شو تقول شو بربي كي تحكي؟ نعرفش تحكي بلغه ما نعرفوهاش. تحكي بلغه ما نعرفوهاش؟ المرة تحكي بدرا لغه بالفرنسيه بالانجليزيه كيكا وانت تبلبس تبلبس. اسمع شو اختي ما تحكيش عليها هكا. اوكي فرنسيه وانجليزيه ومصر وكيكا خاطر هي باتل شيف العرب. دوك فما برشا لغات هذاك لبناني مصري مشكشك مع تونسي باش العباد الاخرين يفهموا، خاطر مش كان لتونس فهمت؟ بي زبتي توا لازمها تذوب شويه. اوبس مع الزبده شنو باش نحطوا؟ نبداو الغوسيت توا ديكا ديكا. تابعوني بالكدا. اذا شنو البنات؟ البصل. البصل اوكي نحط البصل. البصل نتاعنا اهو مغرفتي اكبر شويه من الصحفه ما مش مشكله. بي بعد البصل ما هذا؟ ثوم. ثوم برافو عليك. ناكل الثوم. شنو؟ ناكل الثوم. الثوم ياسر باهي للصحة في بالكم بالحق، حاجة ياسر باهي للصحة. البصل مازال ما نحبوش. باهي دونك هذايا باش نخليو البصل والثوم. إن شاء الله هذايا. طيب. نجمو نذكروا العباد اللي تفرجوا فينا شنو الغوسيت نتاعنا وشنو الحاجات اللي حاطينهم؟ قولي أنت مرتاح. مقرونة الطاجين. إي مقرونة الطاجين. دونك لا غوسيت نتاعنا اليوم مقرونة الطاجين. باهي. شنو المكونات تاع مقرونة الطاجين نتاعنا؟ نحطوا مقرونة تغلي في الماء سخون. برافو إي. ناخذوا طاجين. طاجين. ناخذوا الطاجين إي. نحطوا فيه زبدة ذوب. إذا الطاجين دونك. إي. معناتها تم تسميو الغوسيت أنا حضرت، عندنا المقرونة وعندنا الطاجين. نجمو نتعديو السكري. تعرفوا شنو معناها الطاجين؟ هيس. شنو الطاجين؟ فما زوز. اي قول. فما هذاك اي وفما طاجين ناكلو. فما الطاجين كيما في المغرب يطيبوا في الفورمة نتاع نتاع معناتها الوعاء، وفما الطاجين الماكلة. باهي احنا الحقيقة خذينا مقلة قلينا فيها البصل والثوم في الزبدة نتاع ديليس، وباش نحطو سكالوب. باش نحطو الاسكالوب تؤمر. باش نحط الاسكالوب فوالا. اي انت قولي وين نعمل. حطوا توا كركم
واي مع الكركم. اي دقيقه برك انا اخذ مغرفه صغيره وفلفل اكحل. دقيقه عاد خلينا نتبع الغسيل. الاكحل في المؤامره نحط الكركم. اه شنو ياخذ؟ فلفل اكحل. فلفل اكحل شنو هذيك؟ ملح. ما قاعده تقولش حاجه صحاحه راه مليك، وحتى كان تغلط مش مشكله، دونك قول بصوت عالي ما يسالش. وملح. وملح اوكي. ومن بعد هذيك كي باش يبدا الاسكالوب نتاعنا الدجاج نتاعنا يطيب نحطوه فريمون في الاخر، اما نخليه يذبل شويه يطيب زيد معاه، وبعد نعمل خليطنا الكل اوكي. ريحه بنينه، ريحه البصل والثوم ياسر بنينه. فقصنا العظام وحطينا كل شيء، ومن بعد خلطنا وخلطنا وحطينا. كي المقرونه نتاعنا باش تغلي باش ناخذوا الصحفه هذيا نحطوا فيها المقرونه نتاعنا، نحطوا فيها اون هكا اون نوازيت نتاع زبده ديليس، ونحطوا بعد فوقها لا كريم ليكيد نتاع ديليس كامله. داكوردو قمروا بالكدا خاطر انتم راه باش تعملوا بعد كل شيء. مسير ست نعاونكم. نحطوا لا كريم ليكيد نتاع ديليس، ومن بعد عندنا هوني واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عظمات، أوكي؟ باش نفقصوهم في الخليط نتاعنا، مش الستة، باش نفقصوا خمسة كها والستة ستة نقول لكم شنو باش نعملوا بها بعد. نخلطوا 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 نخلطوا. من بعد نحطوها في هذاك اللي باش يدخل للفور اللي قاعد يسخن. ومن بعد يسخن سارة؟ أه؟ سارة بيان سور، احنا لازم تاك تاك. كيفاش واحد يبدا جعان ولازم يعمل ديسير؟ ما لازمش ياخذ راحته برشا. علاش مش هو احمر؟ اه الغاز حمار، الفور ما يحمرش هوني. اسمع البنات عندي خبر باش يفرحكم. المقرونه تاعنا نتاعنا المقرونه نتاعنا اكزاكتومون راهو تعطل. بوب 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 بوب. هاني جايتكم، هاني جايه نهز كسكاسي نفرغ مقرونتي في صحفتي ونجي. نجمو تعملوا حاجات انتوما تخطوا البنات. مقرونه الطاجين عملوها في دياركم، ذوقوها وقولوا لنا بربي كان المطعم يشبه الطاجين مقرونه ولا لا، خاطر بالحق سا نوز انتيغيس. باهي رشه معدنوس مقرونتنا اهي. برافو عليك رشه معدنوس اهي برشا حاطينه بنين المعدنوس ويعمل لون مزينو. خلي شوية ما تحب الألوان. لون غاز. ما عندناش معدنوس غاز، تنشوفوا. نهضروا في الموضوع. نعمل لون أخضر. فما معدنوس أخضر اللي يبيعوا فيه تو كان أخضر الحقيقة. إيش قلنا باش نعملوا؟ أنا ما نمسش، إيش قلنا باش نعملوا إحنا؟ باش نصبوا هذا. لا تو نعملوا عظم. قلنا ساعة أول حاجة باش ناخذوا شوية زبدة نقصوها هكا. نصبوا ذيكا. فوالا. نصبوا لا كريم ليكيد نتاع ديليس. فوالا تفضلي حطي لنا الكريم ليكيد. اه فازي ملك كلها. اه فوالا ضعف. ايش ها؟ ضعفت. شكون ضعف؟ الدبوس ضعف خاطر فرغته كانت ثقيله بالحق. باش نحط هذيك راح معار أحمر الثانية هكا تفي تاو الغاز طافي. طافيناه فهمت. باش نحط زعما البنات الصحفة نتاعي ترفع خاطر تبارك الله ما ترفعش. ريحة ياسر 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 بنينة. موافقين موافقيني مشكلة زعما زعما طيب بنينة فوالا. باش نحط هذا هوني توا البنات افو جوي معناها توا جد جد. باش ناخذوا هذا نفقصوا العظام. باش نفقصوا العظام عندنا ست عظيمات باش نفقصوا كان خمسه اوكي. هاي لايك هي الكبير الكبير يا كبير في الصحفه يعيشك. زيدها شويه عايش حبيت. تاك 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 بيرفكت. شو اسمه هذا؟ طاجين مقرونة. برافو عليك طاجين مقرونة. توا كي باش يدخل في الفور نحبوه يولي يذوب عليه جبن يولي غراتيني نقولوا باش يتجمر. دونك باش نحط عليه جبن
هو فما حاجة نسيت شنو نعملها نسيت نعملها توا تقص العظم بدك تقعد تخلطها بدك تحطها مش نفخ تعرف كل شيء ريت طبيخة هذول يا ما حبت عنا مفاجأة العظمة هذه الأخيرة السادسة مش نعديوها هكا علاش الزينة لونه يولي أزينة في بعض فهمت؟ هكا خليها هكا يولي في حرف ولا. يولي تحطوا جبنة على الريح الكل؟ لا زينوا هكا فرن سخون يكملوا البنات يحطوا لو فروماج غابي اللي على طاجين المقرونة اللي بدا يحضر وبعد هكاك ديكو يكملوا الصحفة هذيك ندخلوه في الفور يطيب ونتعداو للغوسيت سكري الديسير توا جاي وقايت لا غوسيت سكري لو ديسير نتاعنا انتوما تحبوا اكثر الملح ولا الحلو؟ الحلو الحلو ميساج حتى كتحب ملح ميساج الملح طيبني دوك تحب زوز انت سبع امورك بريك حتى انت بي ملك ونور يحبوا الملح ويحبوا الحلو ساتون بيان توا باش نتعداو للحلو الغوسيت نتاعنا سهله ونجمو ناخذوها ديسير نجمو ناخذوها في ديجني في فطور صباح ونجمو ناخذوها في اللونجا في الكوتي ونجمو نعملوها في الدار بالخبز اللي يقعد لنا دونك سهله وكي كان فماش غاسبياج نعاودو نستغلو الخبز اللي عندنا باغيت ولا اللي عندنا في الدار احنا عندنا باندمي داكوردو دايوغ باش نربحو وقت سنقولكم اسم الغوسيت باش نعملو بان بيردو البان بيردو هذايا خبز هو كيفاش كانوا قبل الخبز اللي يقعدو لهم باش ما يطيش خاطر مش باهي نطيشو التبذير مش باهي نعاودو نعملو بيه غوسيت نعملو بيه حاجه باش ما يمشي تاكل الخبز الوالي يخضر وقت نلوحوه ماذا بيه ما يصيرش يولي اخضر هو الحقيقه دوك هذاك ما لازمش نشيو برشا خبز نشيو اللي حاجتنا بيه ناكلوه دوك قبل ما يخضر بيان سور الخبز دوك الخبز البيت نتاعنا نتاعهم قبل كانوا من غدوه يعملو بيه البان بيردو كيفاش يعملو يبيه الخبز دونك يعملوا فيه حليب وسكر وعظمه يخلطوهم يعملوهم هكا يبلوا بالكدي الخبز خاطر ما يبدا يبس شويه وبعد في المقله مع الزبده يتشتشوه ويزينوه ويبدا بنين وسهل ماهل وما يتكلفش برشا فلوس داكوردو اول حاجه باش ناخذوا الباندمي نتاعنا باش نعطيكم كل واحده فيكم شو لازمكم تعملوا شوفوا الفكره البنات باش ناخذ انا هذه تبدا ما تبداش يبسه باش نقص لجنب اوكي اوكي فوالا نكمل نتاعي ونحطها هوني نعطيكم تخدموا خدمتكم فوالا دونك شنحيو لجنب كل بطاطا كل بطاطا دونك شنحيو لجنب تاع خبزكم بطاطا حلوه بطاطا حلوه كل فريت سي فغي فورمتو بالحق نعطيك سكينتك تفضلي ودونك قصوا لجنب انا في ذلك الوقت في ذلك الحين باش ناخذ عندي سكر فاني حاجتي بيه على خاطر باش نحطه مع العظمه نتاعي باش نحي الصفوريه ومانيش كما ما نحطوش سكر خاطر لا غوسيت اي سكري نقول لكم علاش باش ناخذ اول حاجه طرحتيني كعبه ابلا باش ناخذ الحليب نتاع ديليس نتاعي شوفوا قديش سهله لا غوسيت باش ناخذ الحليب مستنسين تستعملوا سكينه انا ما سالتكمش حسيتكم كبار دونك قلت مستنسين هي مش ماضيه دونك سافا ما كان سالتكم قبل نستعمل ماضيه ولا مش ماضيه يعني ما هو يحضر يد بيلو نعرف باش نحطوا في الصحفه نتاعنا حليب مقدار هكاك كويس كبير شويه فوالا باش نفقصوا عليه عظمه فقط شبيه فوالا وباش نحطوا السكر فاني نتاعنا فوالا بعد كل شيء طيبنا بان بيردو وزيناها وقصيناها وعملنا لها كل شيء وزيناها وجت بنينا برشا تقتل سي بون شوفوا توا الفكره كيفاش نغطسوها هذه بعد برافو عليك باش ناخذ الخبز نتاعي هذا ابلا باش نغطسو غرقت ما غرقتش ما تخافش تعرف تعوم الحمد لله
ريتو هكا شو جست الاولى باش نوريه لكم كيفاش باش نبلو معناها نعملو ريكتو فاس ا فاس ب في الحليب العظام والسكر نتاعنا فاني تاو جست هوني باش نوريه لكم بعد تاك 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 حتى لين غادي ما نحطو شيء جوستومون برافو عليك المقله نتاعنا هاي على الغاز باش نحط في المقله اب في المقله باش ناخذ زبده نتاع ديليس اوكي باش نقص اون بون كونتيتي نحطها في المقله هكا هاو شوريكم ها باش ناخذ هكا مثلا ابلا ب في ذي في نفس الوقت ريت هذا عملناها ها باش نحط هذي هوني سما ذيبت قربوا لي كل خبز على بعضوه يخص اخذ كعب اخرى زيني شوية او عندنا احنا بيدا باش نغطسو لا انتوما كوم غاز دونك انا مالوغوزمون باش نغطس انتوما باش تزينو عطيني واحدة أخرى ميرسي هاني جيتك يا ملك أبلا ملك في اسم ملكة ملك دقيقة نعمل ذوما بعد نزيدو خاطر باش نعملو برشا خل نشيخو ما دابا عنا خبز راه ترى نحطوها أبلا بدي جاب دي لونو يتلون شفت اي دي يصفر شوية ويولي برتقالي غادي نحبوا الحس هذا اباغ الريحة اللي هي ياسر احنا باش نزينوا بالفخيز اما تنجموا بنان تنجموا شوكولا تارتيني كل واحد شنو عنده يا اخي انت كي تعمل بالهريسه هريستي كام اي اما اليوم كم توا احنا في السكري باش نعملوا ما دبش بد انت خن باش نعملوا باش نزينوا بلا كونفيتور نتاع الفريز دونك معجون الفريز نتاع سيكام فهمت دونك في الملح نجمو نعملوا الهريسه والطماطم نتاع سيكام وفي السكري نعملوا المعجون عندهم برشا معجون احنا نمشي نختاروا فريز خاطر زينتنا زاده هوني اكزاكتومون ما عندهم برشا غليل اخرين انا عندي الهدره وننسى ننسى البان بيرديو نتاعي باش ناخذوا خذينا المعجون سيكام نتاعنا فريز باش نحطوا فوالا نزينوا البان بيردو نتاعنا اوكي نجموا هكا نحطوا نجموا تك 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 تنجم تحط زوز فريزات ديجا بور فوار ترى انا نقسم هذا خطوه كبيره نكملوا هذوما لا وحدين هكا هكا هاو هكا خير كيما تحب كل ما فماش خير وهو باش تاكلوا شد كامل انت زين فريز هذوما وانت كامل خو هبا هاي زينها هذي بالمعجون قبل وبعد بالفريزات نكملوا احنا الدغيساج متاعنا افكار جديدة في الدغيساج ونتلقاو للسالي والسكري ومفاجآت اخرى في السالون تاع ملاكيت تلقاو غاديك بدينا نوصلوا لاخر حلقه اليوم من ملاكيت دوك انا عديت وقيت ياسر محليه مع نور ومع ملك انتوا عملتوا جو اي وين صوتك نور عملت جو اي به دونك طيبنا طاجين المقرونه هو هوني يغزلنا وريحته بنينه باش نذوقوه بعد شويه وعملنا دونك في ديسير بان بيردو قمنا برشا زينه ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله كي تجربوها في داركم تهضركم لينا وبالحق كي تعملوا دي غوسيت تاع ملاكيت خاطر ياسر تبعثوا لنا دونك ياسر سانو في بليزير وان شاء الله نقعدوا نتواصلوا هكاك مع بعضنا هكا حتى اللي مش موجود يعمل نفس الحاجات كيفنا ويذوق في داره به
هو تو قايت الكادويت لمحالة. تحبوا الكادويت انتوما؟ أي أي؟ برشا؟ أوكي. قبل الكادويت فما دونك ملك مقبيكا هكارا إذا سكتة معناتها نور تبركرة تحكي 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 ملك سكتة وكل ياخي فما شكون جاب لي حاجات خاطر حكينا على البانتور وزوز مغرومين ببريكولاج وكل كي حكيت لي ملك على البانتور نسخال بون مغرومة كيفنا بالبانتور معناتها الكلنا نحبو وكل ياخي طلعت عاملة دي تابلو دو بانتور دونك طلعت مغرومة مغرومة غرام معناتها بالكدي ناش كان تنجموا تشوفوهم الكل ها باش نوري حاجه اسورتي على حوايج التابلو هذا نجم نلبسو شاركه دونك عندنا برشا دي تابلو قداش عندك تام بانتور عندي عمي واو هاو عندنا الحيوانات اللي حكينا عليهم قبيله مغرومه بالحيوانات كيما نور عندنا النوار هذوما دي كوكليكو بوغارون اي والله برافو فريمون برافو هذوما باش ترسم بانتور اكريليك الويل اكريليك اوكي او شنو هذا سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد نور تشوفي سامحني انا نوري فيهم الصغارات اللي تفرجوا فينا فوالا سي بيان برافو فريمون برافو واسم الله عليك برافو وللعباد الكل بالحق تبداو مغرومين بحاجه شدوا صحيح على خاطر لي باسيون ياسر حاجه مهمه معناتها نجم عبد مغروم بموزيكا عبد مغروم بانتور بسبور كل واحد ينجم يتغرم بحاجه ويشد فيها صحيح حتى كي هكا بعض ساعات ما عينيش ولا نفشل ولا نقول لي ما نجحت فيها ليلي نكورجو ولي بارون هكا نشجعوا صغارنا وهكي كان نخليهم يمشيو في لي باسيون بتاعهم بي اي كرو سورتو ان او اذا ياسر حكيت طولت عليكم ها باهي دونك توا باش نبداو الكادويت حاضرين إيه نعرف اللي البنات جينيرالمون كيفينا مغرومين هكا بالكادويت ديجا البنات ولات مغرومين بالكادويت ومغرومين هكا باللي زاكسيسوار دونك عندي هوني دو كادو جايين عند جاسما كرياسيون دو بيجو عندي ساك روز وساك احمر نور روز ولا احمر روز روز انت الاحمر اه ترى وريني شنو عندك عندكم هكا اسختي على الفيرني نتاعك ترى انت شنو انتي براسلي فيها ورده وانتي براسلي فيها ورده زيد اما انتي خضراء وانتي زرقاء بارفي ان شاء الله مبروك وصحه عشك بي انسويت عندي دونك ذكروا بك كي قرينا القصه القصه نتاع يميمه دار يميمه لنشر الكتاب يميمه خمت فيكم و سان كادو تري بيرسوناليزي خاطر شو بعثتو بالاسم عندنا نور هيا وعنا ما تصدق لما تشوف اسمك وفما ملك بي شكون انت قبيك حكيت لي على الامتحانات باهي شوف باش ناخذ لك من تنجم تشوف كادويتك امانة باش نوري حاجة انتر تان اون اتوندون مي دي بنتي تكتشف الحاجات الاخرين دار لي ميم نشر الكتاب بعثت لكم للزوز دي بارا سكولير لي بارا سكولير هذوما اكتب ينجموا دونك صغيرات في ديارهم تعملوا فيهم تمارين اوكي فما الاصلاح نتاعهم بيان سور باش خليه لستين يدرا باش تحضروا بيهم الامتحانات نتاعكم باش خليه لليتود نتاعي لليتود نجم برافو عليك تحضر بيه الامتحان نتاعك في الليتود اوكي بون بيان سور فما هذا لو باراسكولير انت زيد عندك خاطر علاش كاتبين العمر خاطر انت هاكا الرابعه اساسي وانت السنه الثانيه اساسي اوكي ترى نشوفوا شنو عندك اخر شفت كادويتك سيي شنو عندك شفت بوزل قصة وبوزل فيها اي هذيك قصة وبوزل برافو علي ريت هذيك مش بوزل كي تبداو حاضرين الكادو اللي بعد قولوا لي حاضرين انت ملك حاضرة نستني ونور حاضر ترى اقعد بحضينا نور فوالا بي الوغ لو كادو الثاني فما مولاندور بعث لكم دي كادو وفي لي كادو نتاع اليوم فما مفاجأة خاطر نعرف اللي تفرجوا في ملاكيدز انتم ياسر معناتها اسيديو ومتابعين عندكم دونك لو ساك هذاك اللي هو فيها اللمجه صحيتك مادام حكيت على اللمجه بربي خلنا نعطيكم اللمجه زاده عندكم هذايا لو شوكو شوك ادورو وفما زاده اوب عندنا الشوكو شوك ادورو وعندنا الكلاسيك خاطر انا ويوسف نحبوا الشوكولاتة انت تحب هذا؟ الكلاسيك هما الكل بنين فوالا دونك يوسف خوك هكا باش تقسموا مع بعضكم الكوتي بي اجا نحطوا الكوني فوالا تنجم تحط حتى انت هوني وبعد فوالا ميرسي يا دورو
هذيك لا سوربريز. دونك عندكم لو ساك ايزوتير باش تحطوا فيه الغوتي. ترحل شوف الكادو الجديد نتاع مولان دور. منا ولا منا؟ فوالا سهل ماهل برك. كاس كاس ريت محلي كاس هاو ادورو شوكو. مش خليه لخويا. محليك ربي يفضلهولك يا ربي. تنجموا تقصوا مع بعضكم مع بعضنا. وهكيك انا نحط باي وهو باي مع بعضكم. اوكي وكم سال البتي ديجني اللي تحضروا انت العشاء تحضروا كل صباح كي تقوم او للغوتي بي. عندكم دونك لو ساكيزوتير مع عندكم التوت باك بطبيعه الحال باش تمشيو هكا للبانتور نتاعكم والا للموسيقى للليتود زيده. عندكم فوالا ان بلوك نوت سي سا سي اسمو ها بروني فو نوت سامبا. اوكي شنو انا امبرسيونكت نزار كادو. وعندكم ان ليفر دو كولورياج ان شاء الله مبروكين مدام. عندي دونك دو كادو. هذوما لي كادو بعثوهم لكم تو بتي تو بتي اللي موجودين في سكره وفي صفاقس. تو بتي ديما نعاود نقول اما نحيي ياسر العباد اللي يخدموا غاديكا خاطر ياسر كل ما نمشيو يفرحوا بينا وقديش سافي دو بيان هذيك الفرح والحب وحب العمل سورتو بور ساتيسفير لي كليون تاعهم. دونك تو بتي تنجموا تلقاو ايفيدامون تو لي برودوي نتاعهم سور لوغ سيت تو بتي تي او او بي تي اي غريك كوم سا فو كوموندي ويجيكم حتى لداركم. بي قبيكا انت اخترت لي بيجو دونك انت تاو تختار. الي وردي مناش عندكم. استنى ترى بكشي انا غلطت سبعة ولا اسمع وانت عندك تسعة سنين اسمع ولا حاجه كتبها مكتبه هما اختاروا اما تبتي طلعوا حاطين الاعمار وانا ما شلقت. دونك هاكا كيسكو جالي دير اوسي لي كادو الحاجه الباهيه سي كو سي دي مارك معناتها معمولين للي نورم تاع الصغار ما نخافوش من كادوات اي سي دي مارك باهيين ريزيستونت اوريجينال ونعملوا عليهم الصغار والكبار زاد جاو. ترى يا ودي خليها ها تحب تخلي الورده اجي نخليها لك. لا هاي هوني وردتك هاي هنا وردتي حتحال تخلي وردك حتى انت تيان هاش حطها لك هوني ماشي. عرفت شنو هذيك ولا زين يصنعوا المجوهرات هذوما ساناتولي بريكولاج تعمل بيه دي بيجو هاكا بيجو ادياامونتي تعمل بيهم اربع براسليت واربع خواتم تزينهم باللمع اللومين لي ستراس ستراس اي بايت بور مادموازيل صحه ان شاء الله مبروك. وانتي تحب عاد العرايس روبانزل تعرفها رابونزيل. دونك جاتك حاجه كيما انت تحب تري تري بيان. فيلم هو فيلم وديسانيمي وكادو من عند تو بتي والشيخات الكل. اجا نعاونك شويه تولي رابونزيل كي شعرها طويل ها؟ ايه اللي شعرها عندها ورده تشعلها في شعرها. دونك تنجم انت ذا تحطها هكا تولي كيما رابونزيل. الا الا واي رابونزيل نمبر 2 بي. يظهر لي كمان الكادويت مازلت لنا الماكله ما ذقناهاش. تحبوا تقولوا حويجه كلمة شكون عنده ما يقول على شكون يسلم زوزو شكون يبدا؟ تفضل. حاب نسلم على امي وبابا وزوز اخواتي زوز احمد ومحمد ولاد عم عماماتي وعائلتي كل ومعلمية. باي 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 محلك ربي ربي نرشحك وربي فضلهم لك الكل. وانت توا نسلم على ماما وبابا نسلم على ماما وبابا وخويا يوسف ومامياتي وبابي ورحموش ونرشان مامي حسونه ومامياتي الناس الكل الكل كل 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 وستي ستي ستي زيده وصحابي ان شاء الله ربي نرشحك. ستي مريم وستي مريم والناس الكل فوالا باش يتفرجوا فيك هما تاو باش يبداو يتفرجوا فيك باش بعد بربي كي يتفرجوا فيك قول لي شنو قالوا لك وكل. هي انا ياسر عمل جو معاكم البنات ميرسي بوكو اللي جيتوا بحدنا اليوم في مالا كيدز. ان شاء الله انتم زادة تكونوا عملتوا جو معانا في الحلقه نتاع اليوم. اما الحلقه ماهيش توفى هكا تو سويت على خاطر بحدنا ملك عندها ان اوتخ دون مغرومه بحاجه اخرى اللي هي موسيقى. موسيقى دونك جبنا لورغ نتاعها بحذينا باش تعزف لنا حاجه. تفضل وقت اللي تبدا حاضره تفضل احنا حاضرين نشطحوا ونغنيوا معاها ولا جوست هكا.
برافو. دونك بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو تشاو تشاو.